السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي قناة أجا أندلس. بنقول مبروك لكل طلاب الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات ومدنها. أنا نزلت لكم دلوقتي روابط نتيجة الشهادة الإعدادية في تطبيق أجا أندلس، موقع أجا أندلس. هسيب لكم الروابط أسفل الفيديو في أول تعليق إن شاء الله. أنا منزل لكم جميع المحافظات، لو في محافظة مش موجودة إن شاء الله تكون موجودة معانا أول ما يتم ظهورها أو أول ما يتم التنبؤ بها إن شاء الله. دي محافظات كتير زي الغربيه زي الشرقيه زي اسيوط زي سوهاج زي اسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء طبعا اللي كرموا الاوائل النهارده، ومحافظه قنا ومحافظه بني سويف، محافظه المنيا والمنوفيه، ولسه طبعا هيبقى معانا كتير غير اللي انا سابك روابط نتيجه الشهاده الاعداديه لجميع المحافظات. عندك لو دخلت على الرابط ده كده هيجيب لك يعني مقاله ثانيه فيها روابط للمحافظات اللي مش موجوده في المقاله دي، تمام؟ دي برضو هتلاقي فيها كل الروابط الناقصة او اي روابط جديدة هيكون موجودة معانا. عندك ثلاث روابط هسيبهم لك اسفل الفيديو، بيكون فيهم كل اللي انت عاوزه لكل المحافظات في جميع انحاء الجمهورية كلها ان شاء الله. نتمنى لاولادنا النجاح والتوفيق، ونستنى بقى التنسيق عشان نشوف هنعمل ايه في المرحلة اللي جاية، ثانوي فني ولا ثانوي تجاري ولا ثانوي عام ولا هيبقى نظامنا ايه ان شاء الله. وانا منزل لكم برضه هسيب لكم اسفل الفيديو قائمه شامله بكل المدارس اللي هي بعد الاعداديه غير الثانويه، مدارس جديده موجوده دلوقتي وبدا يبقى في طفره في التعليم عندنا في مصر في المدارس الجديده زي توشيبا العربي، زي مدرسه الطاقه النوويه، زي مدارس جولدن موجوده برضه، حاجات كتير هسيبها لكم اسفل الفيديو في اول تعليق ان شاء الله. نتمنى ان كل واحد يكتب لي في التعليقات نتيجته ظهرت ولا لا، واكتب لي المحافظه اللي ظهر فيها النتيجه واللي لسه ما ظهرش ان شاء الله عشان نقدر نجمع كل المحافظات في الرابط ده ان شاء الله. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجا أندلس. يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يفعل الجرس، ويشترك في القناه ويفعل الجرس للكل حتى توصل جميع اشعاراتنا اول باول، وتاكد من الاشتراك لان في ناس كتير بتقول ما بوصلنيش اشعارات. اعرف اللي انت فعلت الجرس للكل وعملت الاشتراك من الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، في الوصف تحت الفيديو هتلاقي فيه كل الروابط ان شاء الله وفي اول تعليق. في امان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.